خلونا في البداية نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية، وكمان بعد تقاطع الكوبري هنلاقي فيه كثافات بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش، ولسه مكملة طبعا معانا لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات بقى دي بالفعل تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح للعتبة وفيها سيولة مرية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع ان هو بيشهد كثافات مرية كبيرة خلال الساعات القادمة، وفي شارع رمسيس في اتجاه التحرير. لكن الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرية متقطعة على فترات. الكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا لمحطة مترو جمال عبد الناصر والإسعاف. ومن القاهرة خلونا نروح لمحافظة الجيزة وشارع الهرم. من بداية شارع المستشفى في كثافات مرية متقطعة مكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي كمان في كثافات مرية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا بقى نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، ولو انت متجه من كوبري أكتوبر إلى منطقة المهندسين ممكن تاخد طريق محور 26 يوليو البديل وما فيش أي كثافات، وكمان هيوصلك لميدان اسفنكس. أما لو جاي من كوبري أكتوبر ورايح من طريق فيصل والهرم هتفضل أنت محور المهندس شريف إسماعيل، في سيولة مرية كبيرة وبيوصلك في دقايق قليلة. تعالوا مع بعض نروح للإسماعيلية، وهنلاقي أن طريق رقم شارع 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع التيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، في أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية أخرى في مرية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة لاطمئنان على حالة المرور، خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة توصل 32 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة، وأسوان العظمى فيها 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.